عن فلسطين لرمزية القدس ولسبب أننا جامعة القدس في مدينة القدس لها يعني رمزية بأن تمثل في كومساس عن فلسطين عن الضفة وعن غزة. ونجتمع مع كل الجامعات الفلسطينية لأنه حتى نستطيع فلسطين أن تستغل الحد الأقصى الممكن من الفرص المتاحة في هذه المراكز التي تمول بشكل كبير. منظمة الكومساتس منظمة مرموقة في هذا المجال في دول العالم الإسلامي، واليوم الاجتماع اللي كان موجود كان الهدف منه إنه نحاول نعرف كيف نقدر نستغل هذه الفرصة إلى الحد الأعلى. عندهم فرص تمويل أبحاث، شركات بحثية، فرص تريننج يعني ورشات عمل تدريبية في مختلف كله هو تكنولوجي وساينس، وعندهم كمان ابتعاثات في الماجستير والدكتوراه. جامعة القدس هي المظلة والحاضنة لكل الأنشطة البحثية في الجامعات الفلسطينية، وبعتقد ستفتح هذه الورشة آفاق للتعاون سواء تبادل طلابي أو باحثين أو تدريب أو ابتعاث طلبة ماجستير ودكتوراه. وهذه خطوة أولى، وبنتمنى إحنا في جامعة فلسطين وفي الجامعات الفلسطينية أن ما تم اليوم أن يصبح يعني ينفذ مباشرة، لأنه هذه فرصة ذهبية تتاح للجامعات الفلسطينية. 100 منحة دكتوراه موفرة من خلال الكومسات، ونحن عرضناها على الجامعات الفلسطينية لكي تعرضها على باحثينهم على طلبتهم لاستكمال دراستهم في هذه الدول المذكورة. وأنا برأيي هذه بوابة ونافذة فرصة كبيرة يجب استغلالها، ولكن استغلالها بالحد الأقصى الممكن لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق وتكامل مع بعضنا البعض.